الطيبين والعافين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد فيقول الماضي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفع على بعلومه ورحمة شيخنا الله تعالى أحياء وأموات اللهم آمين. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان ويعصم الأفكار عن ليل الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا. هنا يقول الشيخ جمال الدين الويسلي الشيخ الأزهر الشريف سابقا يقول في التعليق والشرح: وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني إذا كان الأسلوب واحدا أو كان الكلام متحدا لا يؤتى بها، فلازم يؤتى بها بين كلامين مختلفين، الذي قبلها يخالف ما بعدها. أما إذا كان الكلام واحد لا يصلح أن تقول إيه وبعد أو أن تقول أما بعد. إذا متى يؤتى بها؟ بين كلامين مختلفين للانتقال من أسلوب إلى آخر. يعني الأول كان إيه؟ أسلوب الافتتاح، الحمد، البسملة، الصلاة على النبي، ثم حيشرح في الكلام في العلم. إذا اختلف إيه؟ الكلام أو اختلف إيه؟ الكلامان. يعني هذا الكلام وهذا الكلام آخر، فيأتي إيه؟ بكلمة وبعد. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. لو إن ده الوقت هذا فتحت غيره أحسن عشان خير الصوت والأذن. إغلاقا كاملا تاما شديدا لا يفتح بعده إلا في الصيف. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني بين كلامين مختلفين. وبعد هذه أو أما بعد لا تأتي في أول الكلام ولا في آخره، يعني لا تجد أحدا لا من الجن ولا من الإنس يبدأ بأما، لا بد أن يبدأ بالحمد ولا في آخر الكلام، وإنما تقع بين إيه؟ بين كلامين مختلفين. والتقدير يعني هي في الأصل، يعني أصلها، لأنه أما بعد دي فيها كان مبحث، فيها تسعة مباحث. يعني في بعض الناس مؤلف كتاب فيها، كتاب صغير كده، في أحكام أو اسمه إحراز السعد في مسائل أما بعد، ينفع يعني تاخذ فيها دكتوراه أو ماجستير في إيه؟ في كلمة أما بعد، في اللي خد رسالة علمية في حتى في كلمة واحدة. أصلها هي أما بعد، طبعاً الكلام في أصلها والكلام في حكمها ومن سيؤتى بها ومن أول من قالها ومبحث إيه والفاء في جوابها ونيابة الواو عن أما ونيابة أما عن مهما، مباحث إيه طويلة في أما بعد، فلا نشمل أنفسنا بها لأنها لا تفيدنا في الليل في المنطق، إنما نأخذ منا تجرنا إلى اللغة وإلى مباحث أخرى ونبتعد عن الإيه؟ عن المنطق، وندرس ساعة
أو ساعتين أو ساعة ونصف لا نأخذ فيها إلا إعراب ومباحث لغوية ولا تجد إيه المنطق، والآن قد وجدناه وبعد فالمنطق. إذن أصلها إيه؟ وبعد مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة، وده في كلام في إعرابها هل هي وبعد ولا وبعد، طبعا اختلفوا في الايه في الإعراب، أما بعد ولا أما بعد، ولذلك أصلها كده مهما يكن من شيء. يعني أنا أفتتح الحمد لله وصلنا على رسول الله وأثني على الصحابة وأن أمه كذا، مهما أقول يعني، ولكن فأقول بعد البسملة وبعد وما بعدها، يعني من حمدنا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلاة على الصحابة والتابعين، فأشرح يعني فأقول بعد البسملة وما بعدها المنطق. ولذلك الفاء فهنا مقدر وبعد فالمنطق، يعني وبعد الفاء دي مش لا ليست داخلة على المنطق، داخلة على كلام محذوف، يعني وبعد أن بسملت وحمدلت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقول المنطق، لأن الفاء داخلة على كلام محذوف. وإنما قدرنا ذلك لأن الظرف من متعلقات الجزاء على الصحيح. طبعا اختلفوا الظرف ده اللي هو فين الظرف؟ أين هو الظرف؟ من يقول لي أين الظرف؟ بعد الظرف زمان ولا الظرف مكان؟ زمان زمان كثيرا والغالب، ولكنها تستعمل ظرف مكان أيضا، فتقول داري بعد دار زيد، إذا مكان ولا زمان؟ أقول أقابلك بعد مسجد رابع، لا يعني أشوف مسجد آخر، بعد مسجد الأزهر الشيخ، بعد إيه؟ هذا مكان، يبقى ممكن تكون إيه؟ مكان ممكن تكون إيه؟ زمان. طب هنا في النظم هي زمان ولا مكان؟ ينفع وينفع. إذا نظرت إلى الزمن يعني زمان النطق بها فهي إيه؟ ظرف زمان. وإذا نظرت إلى الرقم الكتابة مكانها في الكتابة مكانها فين؟ في أي بيت؟ في البيت الرابع ولا في نظرت في إيه؟ مكان. هل اختلف عليك الزمان والمكان؟ إذا نظرنا إلى مكانها في الرقم، يعني فين الرقم يعني إيه؟ يعني في الكتابة، فهي ظرف مكان، وهذا هو القليل. أما في الأكثر تستعمل بعد وقبل الاثنين مع بعض، يستعمل ظرف زمان، هذا كثير جدا. وذلك تجد في القرآن من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابك ومن بعد صلاة العشاء، كل ده ظرف زمان. ولذلك إذا ذكر المضاف تعرف، يعني مثلا قرأت سورة ياسين بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إذا كان إيه؟ إذا كان ذكر المضاف، أو مثلا إيه؟ أخذت الدواء بعد العصر، هنا إيه تعرف. أما إذا حذف المضاف خلاص كده ولم ينوى معناه أو معانية معناه، حذف المضاف معانية المعنى، جينا في الحالة دي تبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني في آية من قبل صلاة ونبيه من قبل ومن هنا تكون مبنية على إيه؟ على الضم إذا حذف الإيه؟ المضاف، يعني من قبل ذلك ومن بعد ذلك. فالمنطق أي العلم المخصوص. لماذا قال فالمنطق أي العلم المخصوص؟ لأنه لا يريد المنطق اللي هو المعنى اللغوي لكلمة المنطق،
حشر لسليمان كم كذا جنوده الجن والإنس وطيرهم وقال يا أيها الناس قال الحمد لله الذي فضلنا على الكثير من ورثة سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير كده كلمة منطق هنا معناها إيه مصدر الميم يعني نطق الطير أو نطق الحيوانات هذا ليس هو المراد ولذلك المراد هنا المنطق العلم المخصوص اللي فيه التصورات وفيه التصديقات وفيه الأشكال وفيه القياس وفيه باب الدلالة وفيه العكس وفيه التناقض هذا هو المراد بالمنطق لأن كلمة المنطق قد تطلق ويراد بها معنى لغوي يعني النطق الفصيح مثلا زي ما في الآية الكريمة علمنا منطق الطير أي العلم المخصوص خلاص اللي احنا ندرسه يعني الذي سندرسه وإن كان في الأصل اسما للإدراك الكلي يعني في أصل كلمة منطق تطلق على الإدراك إذا كان الإنسان مدركا فيقال عنده منطق يعني عنده إدراك عنده استيعاب وفهم للقضايا والقوة التي هي محل صدور الإدراك يبقى إذا كلمة المنطق لها أكثر من إطلاق تطلق على الإدراك الكلي الإدراك الكلي يقال له منطق والقوة اللي هي العاقلة المفكرة اللي يصدر عنها أو يدرك بها الإنسان يقال لها منطق والتلفظ الذي يبرز ذلك يعني الكلام النطق بس أقول قال هذا النطق وهذا التلفظ يقال له منطق وكم كم معنى النطق ثلاثة والمعنى الرابع هو الفن أو العلم الذي العلم المخصوص واضح كده كل هذا يقال له منطق لكن ما المراد هنا العلم المخصوص لأن بذلك العلم يصيب الإدراك وتتقوى القوة العاقلة طبعا عندك القوة العاقلة في القوة الغضبية قوة الشهوة قوة العقل القوة المفكرة هي العقل تتقوى تصبح لها ملكة ولها قوة ولها رسوخ وتكون القدرة على التلفظ المفهوم لذلك الإدراك يعني متى تستطيع أن تتلفظ ألفاظا صحيحة مرتبة جمل لها معاني هذا لاجم أو مترتب على القوة العاقلة على التفكير السليم فإذا رأيت إنسانا يهذي في الكلام أو يقول كلام ليس متراكبا أو مترتبا أو أوله يناقض آخره فتقول هذا ليس عنده منطق يعني تريد أنه ليس عنده تفكير أو ليس عنده استقامة في الفهم فيظهر هذا في منطقه يعني في ألفاظه إذا الألفاظ التي تخرج من اللسان أو التي ينطق بها الفم مرتبطة بالتفكير والفهم فهو من تسمية الشيء باسم ما يتعلق به يعني سمينا الإدراك منطقا أو سمينا القدرة على التلفظ منطق لأن الألفاظ تتعلق بها يعني لولا هذه القدرة لا تكون الألفاظ ثم صار حقيقة عرفية في العلم المخصوص إيه معنى صار حقيقة أنت عارف أهل العلم أننا عندما نقول المنطق نريد به العلم المخصوص هذا يعني من باب الحقيقة أو من باب الإطلاق العرفي تعرفنا على أن نسمي هذا العلم نسميه المنطق هل في مشكلة؟ إنما هل هذا علم مثلا مبتدع؟ هل
هذا ليس له أصل في الدين أبدا. التفكير الصحيح والمنطق السليم والقضايا والقياس والاستدلال، كل هذا موجود مركوز في الفطرة الإنسانية. كل ما في الأمر أن صياغته وترتيبه هو اللي يعتبر جديد، إنما المضمون موجود. يعني مثلا استقامة العرب في ألسنتهم وفصاحة الصحابة وحفظهم للشعر والبيان والنثر، كل هذا كان موجودا، إنما علم النحو ده ترتيب القواعد لم يكن معروفا، إنما المضمون كان إيه؟ ولم يكونوا في حاجة إلا عندما اختلطوا بالأعاجم وضعف اللسان العربي، فأصبحنا محتاجين إلى كتب وقواعد، زي الإنسان اللي هو إيه حافظ قرآن 100% ولا يخطئ، لا يحتاج أن يكتب أو يحفظ المصحف أو يقسم الصور أو يعمل فهرس أو ينظم ورد، لأن القرآن إيه ملكة صارت عنده، إنما إذا ضعف الحفظ يستعين بالمصاحف والكتب إلى آخره. إذا كل العلوم شأنها كذلك، فلا تستطيع أن تقول المنطق بدعة. فأقول لك كأصول الفقه بدعة، وكان في أيام أصول الفقه وعلم الحديث نفسه بدعة، لم يكن مصطلح حديث وعلم السيرة، أن كل هذه علوم متأخرة عندما ظهرت الحاجة إلى التدوين وإلى التصنيف. أصبحت إيه؟ تسمى إيه؟ علوم، لكن أصلها موجود في الدين. يعني احتجنا إلى نظم في الجوهر والعقيدة والنسخية والسنوسيرية لما ضعف الناس عن التحصيل، أصبح محتاجين إلى إيه؟ هذه العلوم. لكن كانت موجودة والأدلة أصلا لم يكونوا محتاجين إليها، لأن الصحابة والتابعين لم يكون عندهم شبهات ولا إثارة. فلما اختلطوا وحدثت مسائل جديدة أصبح لا بد لها من رد، وتغير الزمن واختلف الحال، أصبحنا في حاجة إلى تدوين العلوم كلها، منها علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم النحو وعلم البلاغة، كل العلوم هكذا شأنها. فلا نستطيع أن ننكر علما على حساب علم آخر، إما أن تنكر الكل أو تقبل الكل، لأن الحكم واحد. يعني حتى علم التصوف أيضا إصلاح الحال، كان الناس مثلا في القرن الأول في زهد وفي روحانية وفي، لم يكونوا محتاجين إلى علم التصوف، لكن لما حدث فساد القلوب وتعلق الناس بالدنيا والتكالب على المظاهر والجاه والسلطان، أصبحنا محتاجين إلى تأسيس هذا العلم وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالجنان أي القلب، بمعنى اللطيفة الربانية المتعلقة بالقلب، المتعلقة بالقلب اللحماني، اللحمان يعني قطعة اللحم اللي هي صنوبرية الشك. ليس المراد هنا بالقلب قطعة اللحم اللي تضخ الدم، وإنما المراد اللطيف السر الرباني المتعلقة بالقلب اللحماني، تعلق العرب بالجوهر. يعني كأن اللطيفة الربانية دي هي العرب، لكن الجوهر المحل الذي تقوم به هو إيه؟ القطعة قطعة اللحم. يعني ما يتكلم قبل الشروع في أهمية علم المنطق في حاجة اسمها المبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد الموضوع القمة الثمرة، والاسمه استمداد حكم الشارع النسبة والواضع، والبعض بالبعض ومن درى الجميع حاز الشرف. لازم المبادئ العشر لأهميتها ايه؟ انها تزول عنك الجهالة النسبية، أو تزول في جهالتان، الجهالة المطلقة
يعني تجهل المنطق مطلقا تعرف أصلا. لذلك تزول إنما العشر بعد العشر تزول الجهالة النسبية. أزلنا إيه؟ جهالتين، الجهالة المطلقة والجهالة الإيه؟ يعني كأنه الجهالة النسبية أو الجهالة بالنسبة لهذا العلم، لأنك تعلم أشياء أخرى غيره، فلست جاهلا مطلقا وإنما جاهل إيه؟ لهذا العلم فقط. أول شيء الاسم، طبعا اسمه معروف، كم اسم؟ اسمه المنطق، والشيخ أبو حامد الغزالي سماه اسم جميل معيار العلم. ولذلك قال أبو حامد الغزالي: من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. إذا أصبح علمه لا في شك لو كان ما يعرفش المنطق. وكمان اسمه علم الميزان، اسمه مفتاح العلوم العقلية أو خادم العلوم أو مقدمة العلوم أو رئيس العلوم. أسماء كثيرة. أو في كمان اسم ثاني القسطاس المستقيم، من أسماء علم المنطق. وكثرة الأسماء تدل على إيه؟ على شرفه وعلى أهميته، أنه هو خادم لكل العلوم. وإن شئت فقل هو رئيس لكل، إيه معنى رئيس؟ يعني حاكم يحكم العلوم كلها. الحد لما نجي نجعل له حدا، حد إيه؟ اقرأ الحد. الحد هو قانون، تقول قانون، والقانون ده باللغة مش عربية، القانون ده لغة يونانية، يعني مسطرة كده، قانون كده، زي ميزان كده، تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر، يعني لما تراعي قواعد علم النحو. هذه المراعاة تعصم الذهن عن تعصم اللسان عن الخطأ في الألفاظ، لذا هذا النحو. أما المنطق يعصم مش اللسان، يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. يعني لذلك قال الشيخ الأخضري: وبعد المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. يعني كما أن النحو يعصم، أو فائدة علم النحو يجعل اللسان لا يخطئ في الإعراب، كذلك المنطق يجعلك لا تخطئ في التفكير أو في إخراج النتائج السليمة من المقدمات. هو قانون تعصم مراعاة الذهن عن الخطأ في الفكر، أو هو العلم الباحث عن أحوال المعلومات التصورية والتصديرية من حيث التأدي بها إلى مجهول تصوري أو تصديقي، أو يتوقف عليها الموصل إلى ذلك، يعني إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. النسبة يعني العلاقة، العلاقة بين المنطق وبين العلوم الأخرى. يبقى إذن لنا اعتبارات مختلفة. إذا قلنا باعتبار المفهوم فهو مباين، حياة في المنطق اسمها النسب. النسب فيها التباين، فيها التضاد، فيها التناقض، لأنواع التقابل. بعضهم وصلها لإيه؟ 15 نسبة، يعني في التخالف، في التباين، في العموم والخصوص المطلق، في العموم والخصوص الوجهي، في التساوي، نسبة للتساوي، وهكذا الترادف، الاشتراك. كل هذه عاوز أقول لك هنا بالنسبة، باعتبار المفهوم، يعني ما يفهم منه وما يفهم من الفقه أو من البلاغة أو من التفسير غيره ما يفهم من المنطق. إذن هو بهذا الاعتبار هو مباين. إيه معنى مباين؟ يعني مغاير. يعني إذن المنطق غير النحو، غير الصرف، غير البلاغة، غير الفقه. معنى مباين يعني إيه؟ عارف كلمة البينونة؟ يقول لك امرأته بانت، يعني إيه؟ انفصلت. البينونة يعني المغايرة.
أصبحت ليست زوجة غاية. بانت منه يعني لم تصبح زوجة. يعني تغير الوصف. التباين يعني ايه؟ يعني التباين زي أقول لك ما هي النسبة أو العلاقة بين الإنسان والحجر؟ التباين. إنما لو قلت لك ما العلاقة أو ما النسبة بين إنسان وضاحك فتقول التساوي، لأن يعني الضاحك هو الإنسان. خلاص يقول هنا إيه النسبة هنا إيه؟ طيب لما أقول لك مثلا إيه العلاقة بين نبي ورسول؟ والعموم والخصوص مطلق، ليه؟ لأنه كل رسول نبي. لما أقول مثلا خاتم أو كده خاتم فضة لازم حديد، أنتوا مش معاكم حفظوا كلمة حديد وخلاص، لا يقول لك خاتم مرة خليه فضة خليه خاتم مثلا إيه الأنواع الثانية يمرد خاتم برجان أي حاجة لازم حديد. فيرجع إلى خاتم فضة ما العلاقة أو ما يحبون مخصوص وجهي؟ ليه؟ لأنه ليس كل خاتم فضة وليس كل فضة خاتم، قد يكون الخاتم مثلا ذهب وقد تكون الفضة ليست خاتما. عشان كده قلنا إيه؟ اللي هي اسمها النسبة، يعني النسبة عن العلاقة. النسبة هنا باعتبار مفهومه إيه؟ مباين، يعني مغاير. وباعتبار مضمونه كلي لها، لأن كل علم تصور أو تصديق. يبقى إذن إذا سئلت ما هي النسبة بين المنطق والعلوم الأخرى فتقول باعتبار المفهوم مغاير، وباعتبار المضمون هو كلي. إيه معنى كلي؟ لأنه أي علم فيه تصورات فيه تصديقات، أي علم. فيصبح كأن المنطق كلي والعلوم التي غير المنطق تعتبر جزئي بالنسبة له، فهو كلي وهي ايه؟ جزئية تحت هذا الكلي، لأن الكلي تحته ايه؟ جزئي أو جزئيات، والكل تحته إذا، في فرق بين الكل والكلي، وبين الجزء والجزئي، هذا سيأتي الموضوع. ايه معنى يعني ما موضوع يعني المنظر ده؟ يعني موضوع ايه؟ يعني ايه موضوع ده؟ يعني مثلا انا بقول لك الدين ده موضوع ايه؟ موضوع الدين الالهيات كده العقائد والدين، انما موضوع المنظر ده من داخل الموضوع ده في علم الكلام. المنطق موضوع ايه؟ المعلومات يا اما تصورات يا اما، ولذلك المنطق كله قسمين تصورات وتصديقات. هذا موضوع المنطق، التصور والتصديق. خلاص كده؟ بس مش فقط التصور والتصديق من حيثيه. قلنا كل العلوم فيها تصور وتصديق. اذا كيف يختلف علم المنطق عن العلوم الاخرى؟ ان موضوع علم المنطق التصورات والتصديقات من حيثيه أنه يتوصل بها لمجهول، يا إما تصور يا إما إيه؟ تصديق. والتوافق يا إما يكون قريب يا إما يكون بعيد. ولذلك بننتقل من حاجة اسمها المبادئ إلى إيه؟ إلى المطالب. وفي انتقال قريب وفي انتقال بعيد. بعدين بعد الموضوع. الواقع واضع المنطق. مين اللي وضع علم المنطق؟ علم المنطق ده دي فطره. ده وضعه رب العالمين يعني هو في قلوب الناس في عقولهم، هو التفكير العقلي. فكيف نقول من واضعه؟ مش من واضعه يعني كتفكير، من واضعه كعلم، من اللي عمل المسائل وبدا يعني يعمل لنا حاجه اسمها المنطق. مين ده؟ ارسطو. بس اسمه ايه كده الاسم الصحيح؟ إيراسطو. بس احنا بنقول ايه ارسطو كان باب التخفيف لما ضبط ايه اي راء وفتح راء إيراسطو، انما هو ايه ارسطو زي ما احنا بنقول كده. ده اللي وضع ايه المنطق زي علم، انما المنطق كقانون ذهني ده ربنا خلقه في الناس.
جعل لهم عقولا يفهمون ويفكرون به. بعدين الفائدة. الفائدة معروفة من التعريف، قلنا هو ايه؟ قانون او آلة تعصم مراعاته الذهن عن الخطر. ايه الفائدة؟ الفائدة يعصم الذهن. وخد بالك مش المنطق هو اللي يعصم الذهن، ممكن واحد يكون بيألف كتب في النحو ومؤلف كبير ولكن يقع في أخطاء نحوية كثيرة. ليه؟ لأنه لا يراعي العلم عند النطق، فالذي يعصم الذهن من الخطأ ليس هو المنطق وإنما هو مراعاة المنطق. لأنك إذا تكلمت عرفت أن هذا فعل وهذا مفعول تنصب وترفع والاسم كان، إذا راعيت هذا، إنما إذا لم تراعي وأخذت تتكلم كده على من غير مراعاة، إذا لا يعصمك علم النحو من الإيه؟ من الخطأ، كذلك لا يعصمك علم المنطق من الخطأ في التفكير. المسائل القضايا القضايا نظرية. يعني هو الآن عرفنا موضوعه. طيب المسائل، إيه الفرق بين الموضوع والمسائل؟ أقول لك موضوع علم الموضوع، أقول إيه؟ التصورات والتصورات. المسائل هي الجزئيات، لما نقول موضوع الكلي زي مثلا موضوع الخطبة على إيه؟ على الأمانة. هذا الموضوع، إنما الجزئيات يعني العناصر، تعريف الأمانة، الأهمية، هذا اسمه إيه؟ اسمها المسائل، خلاص كده؟ يبقى الموضوع غير الإيه؟ غير المسائل. يبقى المسائل هي القضايا النظرية الباحثة عن هيئة المعرفات والأقيسة وما يتعلق بها المبرهن عليها فيه. طيب بعد كده إيه؟ ها؟ الفضل. الفضل يعني 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 ما فضله؟ يزيد على غيره من العلوم. إذا نشوف كده المنطق ده في فرق بينه وبين العلوم كلها، اللي هو عام من نفع. يعني الفرق مثلا الفرق بين المنطق وبين علم الكلام، أن علم الكلام استدلال في قضايا العقائد فقط، أما علم المنطق استدلال عام اللي هو عام النفع. إنما علم الكلام علم الفقه النفع في مجال فقط، في مجال الفقه، في مجال الأصول، في مجال البلاغة. إنما المنطق في جميع الإيه؟ ولذلك يقول لك هو يعني له فضل على غيره من العلوم من هذه الحيثية، وهو أنه عام النفع. إن كل علم تصور أو تصديق وهو يبحث فيهما، لكن بعض العلوم يفوق. لا يفوق من جهة أخرى. يعني خد بالك، يعني هو له فضل على علم الكلام وعلى علم أصول الفقه من هذه الجهة اللي هي إيه؟ عمومية إيه؟ النفس. وعلم الكلام يفوقه يعني يفضله من جهة أخرى. فهمنا كده؟ يعني كأن العلوم كل علم أفضل من كل علم، يعني هذا العلم أفضل من غيره في إيه؟ فيما يخص في مسائله، وهذا أفضل في جانب آخر. إذا فكل العلوم لها فضل. لهذا قال بعضهم بيقول إيه؟ العلم له حاجة جميلة جدا، يعني الإنسان يريد أن يعرف العلوم كلها. أحد يرضى أن يكون جاهلا بأي علم، يريد أن يعرف كل علم، لكن لو أراد ذلك لا يمكن أن يحصل ولا علم. ليه؟ لأن الوقت لا يسع، والذهن لا يستطيع، والحفظ لا يقوى، والإمكانات لا يقدر. يعني لا يمكن يتعلم الطب والهندسة والكيمياء والدين والشريعة والقانون. هل رأيتم أحدا مثل هذا؟ إذا فماذا يفعل الإنسان؟ يأخذ الإيه بالأولويات، يأخذ الإيه الأهم.
ولهذا قال بعضهم ايه واذا علمت بان العلم حمل كده واذا علمت بان العلم حمل إذا يختار حمل الناس والإنسان يحمل كل العلوم فعليه أن يختار الأفضل وإذا علمت بأنه متفاضل يعني في تفاضل بينه وبين بعضه فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل يعني حصل أهم العلوم فإن بقي وقت بعد ذلك فتعلم لكن لا تضيع الوقت في العلوم الغير مفيدة أو لا تحتاج إليها يعني ذلك أهم علم نحتاج إليه المقدمة أهم علم الفقه محتاجينه بصفة يومية يعني محتاجينه في العبادات في المعاملات في البيع وفي الشراء طلب الشفاء وكل محتاجينه لا نستطيع نستغني عن الفقه أبدا العلم الطب نحتاجه ممكن كل شهر مرة كل سنة مرة لصيانة الأبدان علم الجغرافيا حاجتنا إليه أقل من حاجتنا إلى حاجة علم الطب علم الهندسة حاجتنا إليه أقل من علم الطب وهكذا يعني إحنا محتاجين كل العلوم ولكن على على نسب مختلفة أو على تفاضل الاستمداد من العقل الاستمداد يعني هو بيستمد قضاياه من العقل طيب عشرة حكم الاشتغال به حياتي في البيت اللي بعد يعني حكم الاشتغال به يعني هل هو واجب ولا هو مندوب ولا جاء الى اخره نسبته أي المنطق كنسبة النحو للسان فالمنطق نسبته للعقل كنسبة النحو للسان في أن كل منهما يعصم ما يتعلق به المنطق يعصم العقل عن الخطأ في فكره يعني في التفكير العقلي واللسان يعصم والنحو يعصم اللسان عن الخطأ في الألفاظ فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن تفريط الفهم يكشف الإضافة فيعصم الأفكار أن يحفظها وتقدم أن الفكر هو النظر وهذه إشارة إلى تعريف المنطق بأنه علم يعصم أن يحفظ عن أفضل عن وقوع غي الخطأ أي ضلاله والخطأ ضد الصواب يعني الخطأ مش معناه باطل أو كفر أو ضلال، لا خطأ وصواب، وقد يكون الإنسان المخطئ ده له أجر إذا كان هذا الخطأ ناشئ من اجتهاد ومن بحث، المجتهد إذا أخطأ فله أجر، إذا أصاب فله، ولذلك كلمة خطأ ضد صواب. ففي فرق بين الخطأ والخطيئة، الخطيئة اللي يكون عمد، لما الخطأ ممكن يكون وقع فيه نسيانا أو جهلا. وإضافة الغيب إلى الخطأ من إضافة العمل الخاص. يعني هو فيعصم الأفكار عن غي الخطأ من إضافة العام إلى الخاص، فين العام وفين الخاص؟ غي ده عام. الغي ده ممكن يكون مثلا في أي شيء في العصيان في أي مخالفة فيها غي هو أضاف العام إلى الخاص يعني غي الخطأ وليس غي شيء آخر فإن الضلال قد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأ كده يعني الغي ده ضلال كلمة غي عن ضلال هو بيعصمك مش عن الضلال العمد بيعصمك عن الضلال الخطأ
كيف أعصمك من تعمد الضلال؟ هذا لا عاصم منه إلا من الله تعالى. إنما المنطق يعصم الأفكار عن غي، مش أي غي، غي إيه؟ الخطأ. ولهذا قال من إضافة العام إلى إيه؟ فالعام هو الغي، لأن الغي إما أن يكون عن ضلال، خلاص كده؟ الغي والضلال إما أن يكون عن عمد وإما أن يكون عن إيه؟ عن خطأ. وهذا العلم تعصم مراعاة الدين عن الخطأ في الفكر أي النظر، لأنه إذا علم كيفية تركيب القياس من تقديم الصغرى على الكبرى. إن القياس من قضايا صغرى مستلزما بالذات قولا آخر، يعني نجيب قضيتين فنرتبهم، يعني نقدم الصغرى على الكبرى فينتج لنا حاجة اسمها المطلوب أو النتيجة، بس لابد يكون في ترتيب معين. فإذا راعينا هذا الترتيب أو عرفنا كيفية هذا الترتيب لا يمكن يخطئ الإنسان في التفكير. ومعنى تعصم مراعاته الذهن عن غي الخطأ، بس مش هرد إيه؟ نعرف كيفية تركيب القياس، يعني القياس ده لازم في ايه؟ قياس مركب، اللي هو مركب من اكثر من ايه؟ من مقدمتين، هذا يسمونه ايه؟ مركبا. وفيه الايه؟ القياس الاقتراني، القياس ايه؟ الاستثنائي، القياس الشرطي، حياتي فيه الكلام في القياس. المهم ان يكون الترتيب تقدم للصغرى على الايه؟ على الكبرى. ليه؟ لماذا هذا الترتيب؟ حتى يندرج الحد الاصغر في الاكبر. اذا لم نقدم، اذا عكسنا، لا يندرج الحد الاصغر في الاكبر، فلا تكون النتيجه. فهمت كده؟ واستيفاء شروط الانتاج. يعني كمان فقط ليس المراد الترتيب فقط، قد نرتب، لكن بيقول لك لابد يكون شروط الانتاج، يعني عشان تاتي النتيجه لابد يكون لها شروط. اول حاجه ترتيب للمقدمات، وبعدين تكون ايه؟ الترتيب ده مبني على ايه؟ على شرط. فلما نكون هنعمل قياس من الشكل الاول، كيف، ما هي كيفيه هذا القياس؟ طبعا الشكل الاول حيكون الايه؟ ها؟ الحد الوسط حيكون محمول في الصغرى، موضوع فين؟ في الكبرى. طب ما شرط انتاجه؟ ايجاب الصغرى وكليه الكبرى. يعني المقدمة الصورة لا تكون سالبة، تكون موجبة. أبوى الكبرى لا تكون جزئية بل تكون كلية. ففي هذه الحالة تأتي دي النتيجة هي سليمة 100%. يبقى كده نعمل المرتب والمقدمة. أول حاجة نعملها في الترتيب المقدمة ليه؟ الصورة، وبعديها إيه؟ الكبرى. ولكن ننظر في المقدمة الصغرى فتكون إيه؟ موجبة، وننظر في الكبرى فتكون كلية. في هذه الحالة تخرج لنا النتيجة. أما إذا اختلت شروط الإنتاج، يعني كانت المقدمة الصغرى سالبة وكانت الكبرى جزئية، أو كانت المقدمة الصغرى جزئية مثلا وسالبة والكبرى جزئية، لا تخرج لنا النتيجة. يسمى هذا القياس عقيم. عقيم يعني لا ينتج، مفهوم؟ وأرتقى المقدمتين كانت النتيجة صوابا سالمة للخطأ. يعني إذا حدث هذا الترتيب السليم تأتي النتيجة إيه؟ صواب. ما ممكن النتيجة تكون إيه؟ تطلع خطأ. ما هو زي بالظبط حطيت في الكوب ماء
هتشرب ماء. حطيت يعني ليه تلون الإناء بما فيه، كان في ماء أو سراب أو كان نفس الدين في اللون. فإذا أنت رتبت المقدمات خطأ ممكن تأخذ النتيجة أيضا، وأحد أمرين، يعني لا تأتي بنتيجة أصلا أو تأتي بنتيجة خطأ. لكن احنا ماذا نريد؟ أن نأتي بالنتيجة الصحيحة. نعم. وعند فرد الفهم، أي الفهم الدقيق، يكشف ذلك العلم الغطاء، أي الستر. شبه المفهوم الدقيق بشيء المحتجب تحت الستر. يعني وعند دقيق الفهم يكشف الغطاء، يعني يبقى الفهم في أفهام دقيقة، يعني أشياء مهمة، قضايا يفهمها الإنسان إذا دقق فيها النظر. وإذن جعل دقيق الفهم زي إيه؟ أشياء محتجبة أو مستورة، فكأنك بالتفكير السليم تستخرج هذه الأشياء المستورة المخفية. ولهذا قال وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، يعني هذا العلم يكشف الغطاء عن الستر. فهنا بيسموه البلاغة، شبه المفهوم الدقيق بالشيء المحتجب تحت الستر. طب لما قال كلمة يكشف الغطاء اسمه ايه؟ تخيل، يعني بيخيل لك، لأنه ما فيش أصلا حاجة مخفية، لو مجرد تخيل. والكشف ترشيح، وذلك بيسموها ايه؟ الاستعارة المرشحة، هي التي قلت بملائم المستعار منه، يعني المشبه به، زي في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الشراء في الاستبدال، هو أصلا لا اشترى ولا باع، ده استبدل، يعني استبدال والاختيار، ثم فرع عليها ما يلائم المستعار منه. هو لما اشترى واستبدل مضنة الربح، فقال تعالى ذكر هنا ايه الربح، قال فما ربحت تجارتهم، ذكر الربح وذكر التجارة. وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم، يعني ما يلائم ذلك. وده طبعا ايه فن تاني اللي هو علم الايه؟ البلاغة. فهكذا من اصوله قواعد تجمع من فنونه قواعد. كلمة هاكا يعني دي بيسموها اسم فعل امر، اسم فعل امر. زي ايه؟ ما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ها ام، هكذا ها ام، خلاص. اسم فعل بمعنى قل، على ما قاله ابن مالك. والكاف حرف الخطاب، يعني هي الاصل ايه؟ ها ها، والكاف للايه؟ للخطاب. طبعا لما يكون هتخاطب واحد تقول له هاكا، هتخاطب اثنين تقول هاكما، 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 وهكذا. فهاكا من اصوله، يعني من اصول المنطق قواعدا، اي قل قواعد هي بعض اصول المنطق. لما قال من اصوله قواعد، لانه المنطق مش كله قواعد، القواعد دي هي الأصول، يعني هي بعض المنطق. يعني قال أن المنطق فيه قواعد وفيه أصول، إن هناك إيه؟ فروع. ولذلك بيقول إيه؟ قواعد هي بعض أصول المنطق، وليس هي الإيه؟ الكل. والقواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. ليه معنى القاعدة؟ نسمع ده يقول لك في قاعدة، يقول لك في قاعدة في علم الكلام، زي ايه؟ يقول لك مثلا كل ما جاز عليه العدم يستحيل أن يكون قد، دي قاعدة. لماذا سميت قاعدة؟ لأنها قضية كلية نعرف منها أحكام الجزئيات، فأي شيء يجري عليه العدم ننفي عنه كده. اللي شملت ايه؟ جزئيات كثيرة كلها تحت قاعدة واحدة.
ولأجل هذا إذا كان تحت سنتري كليات نسميها قاعدة زي ما نقول كده كل كمال يليق بذاته تعالى فهو واجب دي قاعدة لأنه كل كمال هنا حيندرج تحت جزئيات من الكمالات غير متناهية طالما تندرج تحتها جزئيات نسميها ايه؟ قاعدة يعني مثلا كده الله يرى لأننا نسميها قاعدة القاعدة لازم تكون قضية كلية يعني أول ما تسمع كده كل كذا يعني مثلا نقول كل فاعل مرفوع دي قاعدة طالما سمعنا قضية كلية متعرف منها أحكام جزئيات موضوعها وجبلها مثال كل موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية يعني أي قضية موجبة كلية عاوزين نعكسها لسه حياتينا إن شاء الله باب اسمه باب الإيه؟ باب العكس طيب أنا هقول كده شو كده؟ كل الأنبياء بشر صح ولا لا؟ دي موجبة إيه؟ كل ها؟ دي موجبة كلية كل الأنبياء بشر عاوز أعكسها على أجزاء كل موجبة كلية تنعكس إلى موجبة جزئية يقول بعض البشر أنبياء عكسها أقول هذا كل موجبة كلية تنعكس إلى موجبة جزئية خلاص كده يبقى الكلية الموجبة تنعكس ايه؟ لا تنعكس كلية يعني مثلا هجيب لك مثال عشان تفهم فيه أقول ايه؟ كل التفاح فاكهة صح كده؟ وفي تفاح خشب أي تفاح فاكهة كل تفاح فاكهة لكن ينفع أعكسها كلية أقول كل الفاكهة التفاح خطأ هتبقى ايه؟ هتبقى كاذبة فلماذا انت واحد تسألني لماذا الكلية الموجبة تنعكس جزئية؟ هي كلية كيف تنعكس إلى جزئية؟ لأنها لو انعكست إلى كلية لكذبت. إذا لما أقول كده لما أقول كل الأنبياء بشر لو أنا عكستها كلية هتكذب، هقول هي كل البشر أنبياء. يبقى حيصير انا وانت حتى الذي لا يصلي حتى اذا لماذا تنعكس الموجبه الكليه الى جزئيه حتى لا تكذب لازم تكون صادق وهو العكس ايه معنى العكس والعكس انت عارف العكس والعكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. يعني لازم في شرط في العكس ما تحكيش بمزاجك. أنت مش بتعاكس في الحياة بالعكس العكس إيه؟ قلب جزئي القضية. يعني إيه تقلب الموضوع محمول والموضوع محمول. بس في شرطين يبقى الصدق يعني تكذب وتبقى الكيفية. يعني تكون إذا كانت موجبة تبقى موجبة، وإذا كانت سالبة تبقى إيه؟ سالبة، صح؟ طيب، إذا هي قاعدة ولا مش قاعدة؟ اللي نفهم، إيه معنى قاعدة؟ يعني قضية كلية، يتعرف منها أحكام الجزئيات، ودي ممكن تبقى في أصول الفقه. يقول لك كل كذب، أو في علم الكلام، كل كمال يليق بإيه؟ بذاته. أو نقول فيها كل جسم متحيز. طيب لما جبنا قضية كلية وتندرج تحت جزئيات تسمى ايه؟ تسمى قاعدة. هناك عندنا قواعد في علم الكلام وقواعد في علم النحو وقواعد في علم البلاغة وقواعد في أصول الفقه وقواعد في التفسير وقواعد في الحديث إلى آخره. وكيفية تعريف أحكام الجزئية أن تقول مثلا كل انسان حيوان شوف كده شوف كده احنا قلنا ايه القاعده القضيه كليه نعرف منها احكام الجزئيات يعني انا الاول
بقول كل إنسان حيوان، مش كده؟ دي القضية الكلية، كل إنسان حيوان. طبعا إيه معنى كل إنسان حيوان؟ يعني كل إنسان يعني حيوان يعني حي حي، مش حيوان يعني بمعنى العضلة، بمعنى اللغوي، خلاص؟ الحياة هنا كائن حي مفكر. وكل إنسان حيوان، هذه موجبة كلية. وكل موجبة كلية تنعكس جزئية فينتج من الشكل الأول. هذا الشكل الأول، كل إنسان حيوان. طب كيف نأتي بالشكل الأول؟ ننظر إلى الحد الوسط فنجعله محمولا في الإيه؟ ها؟ الصغرى، وموضوع في الكبر بس فقط. يعني ترتب الاشكال، ترتيب الاشكال سهل جدا جدا، وتفتكر المنطق صح، منطق من اسهل ما يمكن. بس لمن اراد واحد انسان اسهل سوره يحفظها الناس سوره الايه؟ الفاتحه. لانه تعود على الناس سوره الفاتحه. انما لو قلت له مثلا قل اعوذ برب الناس، مع انها لم يتعود عليها ممكن هي يخطئ، لأنه لا يخطئ في الفتحة، لأن هي تساولت. يعني كون الأمر يكون سهل بحسب الملكة والتعود. إذا الشكل، الأشكال، كيف يعني كيف يعني الأشكال دي مهمة حكينا في الآخر، لكن لازم نعرفها من الآن. الأشكال كانت أربعة. كيف نرتب الأشكال الأربعة؟ ننظر إلى الحد إيه؟ الحد الوسط. أقول مثلا إيه؟ كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم. فين الوسط يعني؟ اللي هو المكرر. كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. أو أقول في المثال اللي إحنا نعرفه جميعا، العالم متغير وكل متغير. فلما يتكرر في الصغرى وفي الكبرى تكرر مرتين، ده اسمه ايه؟ الحد الايه؟ الوسط. فننظر الى الحد الوسط، فاذا كان في الصغرى محمول، العالم ده الموضوع، ومتغير ده المحمول. خلاص؟ اللي اصبح كلمه متغير ده في الصغرى محمول. وكل متغير اصبحت هنا ايه؟ موضوع. كل متغير حادث. فإذا كان الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا هو الشكل الأول. طب وإذا كان محمولا فيهما، هذا هو الشكل الثاني. وإذا كان موضوعا فيهما، هذا هو الشكل الثالث. وإذا كان عكس الأول اللي هو إيه؟ أن يكون موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، فهذا هو الشكل الرابع. واضح كده؟ هل ده صعبة؟ انظر إلى الحد الوسط. فإذا كان محمول في الصورة وموضوع في الكبرى، ده الشكل الأول. وذلك أقرب الأشكال إلى الفطرة وإلى البداهة العقلية هو الأول. وإذا كان محمولاً فيهما، ده الشكل إيه؟ الثاني. لا. وإذا كان موضوعا فيهما، فهذا هو الشكل الثالث. وإذا كان عكس الأول، فهذا هو الشكل الرابع. هل في صعوبة؟ لا. نيجي هنا. الشكل الأول، كل إنسان حيوان تنعكس جزئية. ما ينفعش نعكسها كلية، ما ينفعش نقول كل حيوان إنسان، بغلط بغلط كنت كاذبة. اللي عكسه إيه؟ بعض الحيوان إنسان. إذا دي الصحيح. فهناك من أصولي تجمع تلك القواعد من فنونه. فهناك من أصوله قواعد تجمع من فنونه قواعد. يعني القواعد دي تجمع من فنونها، من فنون المنطق. والجمع للتعظيم، فوائد جمع فائدة، وهو ما استفيد من العلم.
والمراد بها الحقوق المندرجة تحت القواعد، أي تجمع القواعد فروعا وجزئيات من فن المنطق. ويصح عودة الضمير في تجمع إلى المخاطب، يعني يريد أن يقول لك أيها المخاطب إذا راعيت هذا فأنت تجمع من إيه؟ من أصوله قواعد، إذا راعيت القواعد والأصول فأنت تجمع منها الفوائد والفروق. ويصح عودة الضمير في تجمع إلى مين؟ إلى المخاطب، أي تجمع أنت أيها المخاطب بسبب حفظ تلك القواعد فروعا من ايه؟ من سميتها. سميته بالسلم المنور يرقى به سماء عن المنطق. ممكن تقرأ يرقى به سماء علم المنطق او يرقى، يصح الاثنين. يرقى به يرقى القلتين ماشي. نيجي بعد كده هنا سميته، يعني سمى التأليف الذي كتبه سماه السلم المنورق، خلاص؟ وكلمة المنورق يعني أصلها هي المروق، يعني في تقديم النون على الراء، المنورق، يعني الأصل هي إيه؟ المرونق، قصدنا الرونق. إذا الأصل تقديم النون على الراء كما هو الرواية عن مين؟ عن المصنف. فيصح تقديم الراء. طب هي معناها سواء كانت المرونق أو المنورق، يعني معناها المزين المزخرف. كلمة منورق يعني إيه؟ يعني مزين أو مزخرف. بيقول إيه؟ سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. السلم كلمة سلم يعني بقول لك يعني ده كأنه بداية، يعني درجة تصعد به إلى المقولات وإلى الكتب العويصة أو الكتب الكبيرة، والذي سماه سلم لتصعد به إلى غيره. السلم ما يصعد به عادة إلى أعلى منه، عادة يعني مثلا السلم دائما لما نعمل سلم حتى نلبس سلم تصعد بها إلى الإيه؟ ده في العادة، لما ممكن نعمل السلم من الإيه؟ في الأسفل. وأنت كما تصعد بالسلم إلى الأعلى تنزل بها إلى الأسفل، نفس هتعمل سلم ثاني للنزول ولا هي نفس السلم؟ ولهذا قال إيه؟ قال عادة. فتسمية الكتاب بذلك إشارة. لماذا لا نجعل السلم من أسفل؟ ليه؟ أقول لك أنا إذا أنا أريد أن أنتقل من الأسفل إلى الأعلى، إنما إذا أنا كنت في الأسفل كيف أصنع سلم؟ ولذلك أصنع السلم من الأعلى. لكن متى تحتاج إلى السلم؟ إذا كنت في الأعلى وتنزل إلى إيه؟ إلى الأسفل. أما إذا كنت في الأسفل لا تحتاج إليه أصلا. فتسميته الكتاب بذلك إشارة إلى أنه متوصل به من أصعب منه من الكتب، يعني سلم عشان ترتقي به إلى المطولات، والمنورق يعني المزين المزخرف، يرقى يعني يصعد بهذا التأليف سماء علم المنطق، يعني علم المنطق الذي هو كالسماء في الرفعة والشرف، والإضافة من إضافة المشبه به للمشبه. ويصح أن تكون السماء مستعارة للكتب المطولة زي الشمسية وزي الكتب الكبيرة الطويلة في هذا العلم، أي يتوصل لهذا التأليف إلى ما هو أطول منه من الكتب المؤلفة في ذلك الفن. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا. والله منصوب على التعظيم أي لا غيره، يعني أرجو الله وحده
كما استفيد من تقديم المعمول أرجو أي أؤمن منه لا من غيره. اللي عندنا هنا إيه؟ عامل ومعمول. قدم المعمول اللي هو لفظ الجلال، والعامل اللي هو الفعل أرجو. فاستفيد هذا من تقديم المعمول على عامله، فلم يقل وأرجو الله، وإنما قال والله أرجو. ما فائدة هذا التقديم؟ له فائدتان: التعظيم وإيه؟ والاختصاص. يعني أرجو الله تعالى، يعني هذا الرجاء من الله تعالى وحده لا من غيره، أن يكون ذلك التأليف خالصا من الرياء وحب الشهرة والمحمدة. يبقى إذا في الفرق بين الرياء وبين السمعة، فلان ده يحب السمعة وفلان يراعي. السمعة دي مأخوذة من التسمية، يعني له سمعة، يعني الناس تسمع به لكن لم ترى. أما الرياء يفعل هذا ليراه الناس، فإذا فعله ليراه الناس يسمى إيه؟ رياء. وإذا فعل أو يسمع به الناس أو يحكي عنه الناس فهذا هو إيه؟ السمعة. لوجهه أي ذاته الكريم أي المعطي على الدوام، لأن الكرم من الله تعالى لا ينقطع، هو معطي عليه على الدوام. ليس ذلك التأليف خالصا أي ناقصا، لأن يعوق عن إكماله عادة. يعني كلمة ليس خالصا يعني كأنه أريد أن يقول يا رب أتمه وأكمله. ونحن نسأل الله تعالى أن نتم هذا الكتاب وأن ننتهي منه على وجه التمام إن شاء الله، لأن الله تعالى أمرنا بأن نتم به الأشياء وأن نكملها. الفرق بين التمام والكمال، التمام يتعلق بالإيه؟ بالهيئات، والكمال يتعلق بالذوات. يعني مثلا في الصيام ولتكملوا العدة، وفي الحج وأتموا، وفي آية جمعت بين التمام وبين الكمال: اليوم أكملت لكم وأتممت. إذا لو كان في عدد يسمى هذا كمال، إذا غفر عليكم فأكملوا. أما إذا كان الأمر يتعلق بالهيئة يسمى إيه؟ تمام. فنحن نحتاج إلى الكمال وإلى التمام إن شاء الله. ولهذا قال ليس خالصا، يعني نسأل الله تعالى أن لا يكون هناك عائق عن الإكمال. يعني ليس خالصا يعني ليس ناقصا. وبعدين لما يكون خالص أي ناقص ده معناها الثواب والأجر ينقص بحب الظهور، يعني كيف ينقص العمل؟ ينقص بالرياء. فيكون هذا البيت تأكيدا لما قبله. أو ليس ناقصا يعني مطروحا في زوايا الخمول والإهمال، لئلا ينتفع به كما يشعر به ما بعده. يعني ممكن يكون ناقص يعني مهمل، أو ناقص يعني غير كامل. فكلا المعنيين مراد، لكن معنى كلمة الخالص في الأصل اسم لإحدى شفتي البعير الناقصة عن الأخرى. يبقى في البعير في شفة طويلة كده، في شفة ناقصة، فيقال للناقصة إيه؟ خالصة، يعني فيها إيه؟ نقص. ثم تجوز به إلى الناقص مطلقا، يعني إذا كلمة خالصا دي النقص في إحدى شفتي البعير فقط، ولكن من باب الاستعارة جعل في أي ناقص، في الناقص عموما أي ناقص سمي خالصا، هذا استعارة، إنما في الحقيقة لإحدى شفتي البعير من استعمال المقيد في المطلق. لأن كلمة خالصا هذه مقيدة بالنقص الذي في إحدى شفتي البعير، فلما يجعلها عامة إذا استعمل المقيد في إيه؟ ها؟
وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، يعني خلي ده عندك زي نور كده وضياء أو شمعة تستطيع أن تتعامل بها مع الكتب المطولة الكتب الكبيرة. وأن يكون ذلك التعليم نافعا للمبتدي. مين هو المبتدي؟ الذي أخذ في التعليم ولم يقدر على تصور المسائل، اسمه ايه؟ قسمناه في الدرس الماضي في المبتدي في المتوسط وفي المنتهي. مين هو المبتدي؟ ما عندوش قدرة على التصور. طب ومين المتوسط اللي هو عنده ايه؟ عنده التصور ما عندوش ايه؟ الاستدلال. ومن المنتهي الذي عنده التصور عنده ايه؟ الاستدلال. وطبعا مش كل منتهي منتهي، يعني في منتهي برضه مبتدئ، في منتهي وهكذا، فالثلاثة موجودين في بعض. يعني في منتهي في أول البدايات يعني. طبعا المنتهى المنتهى ده ما حدش وصل له. ليه؟ وفوق كل ذي علم عليم. فصل في جواز الاشتغال بدل ايه؟ الدرس القادم ان شاء الله نتكلم في كلام تفنيد شبهات القائلين. هي طبعا الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى وسامحه ذهب الى تحريم زي الوظيفه. وكمان من معاه الشيخ الحافظ جلال الدين السيوطي كمان. شكرا. ومن ثاني والنواب والصلاح في مجموعه ذهبوا الى تحريم علم الايه؟ المنطق. بينما قال الامام الغزالي انه ده واجب. قال قوم ينبغي ان يعلم. وبعدين الشيخ الاخضر توصل انه القول المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريح ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يعني هذه تفاصيل سوف تأتي. المهم الخلاف هذا في الفضل مطمئن ليس في هذا الكتاب الذي ندرسه ولا في علم المنطق الذي في الأزهر الشريف، وإنما الخلاف الذي دار بين العلماء هذا في المنطق اليوناني المشوب بمسائل الفلسفة. فالمنطق منه ما هو محمود ومنه ما هو فيه ضلالات وكفريات. هذا الذي فيه ضلالات هو اللي اختلفوا فيه، انما المنطق المحمود ده اجماع لم يختلف فيه احد. فحياتي التفصيل والردود العلميه على من قال بعدم جوازه، وتبين الامر ان شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعلى